اجازه 2019 كان في اعلان واحد عدد ديال التراجعات. اولا المحكمه الاستئناف اكدت الاحكام القاسيه على الناس ديال الحراك، ناصر الزفزافي والناس اللي معاه، اللي تحكم عليهم حتى 20 سنه السجن، وهما مظاهرات ديال الحراك كان المعظم ديالها سلميه. اذا هذا كنعتبروه احكام قاسيه بزاف، وزعما كتبين ان الدوله المغربيه ولات التسامح ديالها مع التظاهر السلمي ولا تقريبا منعدم ولا قليل بزاف، على الاقل ملي كيوصل الحجم اللي وصل له في بحال الحراك. كاين هناك صحفيين بحال حميد المهداوي اللي مازال مقبوطين ظلما وعدوانا، وكاين الحاله ديال الصحفيه هاجر الريسوني اللي تم السجن ديالها 45 يوم على والو، لانها مارست حريه فرديه اللي من حقها تماما انها تمارسها وماشي شغل الدوله نهائيا. وفي اخر السنه ديك الساعه زعما الوتيره ديال الاعتقالات تسرعت، زعما تزادت بزاف، وشفنا ما بين سبتمبر واليوم يعني يناير 2020 واحد الارتفاع ديال غير مسبوق صراحه ديال الوتيره ديال الاعتقالات ديال شباب عبروا على اراء في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه سلميه، وهذا كيكفلوا ماشي غير الدستور المغربي ولكن حتى القوانين الدوليه والمعاهدات الدوليه اللي وقع عليها المغرب. وحنا كنشوفوا دابا راه فتنا 11 ولا 12 ديال الحالات غير في هاد الشهور هادي اللي فات، ديال الناس ما داروا حتى شي حاجه والا التعبير على رايهم بطريقه سلميه في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، وتيتقبضوا في الحبس. اذا هذا تراجع ملحوظ ديال حريه التعبير. الدوله لسه طبعا، لان الناس هادو راه في الحبس بموجب قرار قضائي، يعني الدوله اللي في يديها القرار والسلطات العليا اللي في يديهم القرار، ماشي غير الدوله. هناك مساعي من حقوقيين كيديروا المناصره والمرافعه، وهذا عملهم، وكيبان ان ما كاينش تجاوب من طرف الدوله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.